معتقداتك تصبح أفكارك، أفكارك تصبح أفعالك، وأفعالك تصبح واقعك. كل شيء يبدأ بمعتقداتك. لكي تخلق الواقع الذي تريده، معتقداتك هي المفتاح. إما أن تكون لديك معتقدات اللي هي تمنعك من التقدم، أو تكون لديك معتقدات مقوية اللي هي تدفعك إلى الأمام. وبما أنه جميعنا تم في الماضي تكييفنا على عدم الثقة وعدم الإيمان بأنفسنا منذ الصغر، اليوم في الفيديو هذه أريد أن أشاركك كيف تتمكن من غسل دماغك للنجاح. سأشاركك كيف غسلت دماغي للنجاح ولتحقيق كل ما أردت تحقيقه، وغيرت معتقداتي، وبذلك وصلت إلى ما أنا عليه اليوم. وأنا الحمد لله حققت الرضا في حياتي الخاصة مثل ما في حياتي المهنية، لكن سأطلعك كيف أن هذا لم يكن دائما الحال بالنسبة لي. يعني لكي تخلق الواقع الذي تريده، أريد اليوم أن أقترح عليك برنامج غسل مخ. البرنامج هذا لو اتبعت خطوة خطوة مثل ما سأطلعك عليه، ستتمكن أنت كذلك من تغيير معتقداتك، وعندما تغير معتقداتك سيتغير واقعك. أهلا بك، أنا سوسن بلعج، والقناة هذه هي قناة تهدف إلى مساعدتك على رفع مستوى وعيك. فاضغط على زر المشاركة، ثم اضغط على زر إعجاب، وكذلك اترك لي تعليق. الأشياء هذه كلها تساعد القناة كثيرا على الوصول إلى أكبر عدد، وشكرا لك. دعنا الآن ندخل مباشرة في موضوعنا. إذن قبل كل شيء أريد أن أشاركك في حكايتي، أريد أن أشاركك في قصتي الشخصية حول كيف غيرت معتقداتي، وأساساً كيف حدث هذا بطريقة اللي هي طريقة عفوية. يعني بعد أن حدث ما حدث زودني بمعرفة، زودني بدرس اللي فيما بعد استخدمته في جميع جوانب حياتي. هذه كان أحدث في المعهد الثانوي الذي كنت أدرس فيه. يعني في يوم من الأيام قالت لي مدرسة الرياضيات، قالت لي أني درست أخواني الاثنين، قالت لي درست أخواتك الاثنين، الاثنين كانوا متفوقين، لكنك أنت، قالت، أنت لست مثلهم. قالت لي أنا مندهشة كيف أنك أنت أخت. وقت اللي حدث هذا كنت أبلغ 12 سنة. عندما تلقيت رسالة مفادها أني لست ذكية مثل إخوتي، وخذيت هذا واستوعبته وأصبح اعتقاد. وقبل ما يحصل هذية كنت أتحصل على أعداد متوسطة، يعني ليست تحت المعدل، ليست خارقة للعادة، ولكني كانت متوسطة. لكن بعد ما حدث هذا انخفضت أعدادي وتدهورت تماماً إلى الصفر أو ما يقارب الصفر. كرهت الرياضيات تماماً وأصبحت أعتقد أنني لا أفهمها. وبدأ هذا بالطبيعة يصبغ على جميع المواد الأخرى، حيث أصبح يعني أدائي متردي تماماً في المواد كلها. إلى أنه في يوم من الأيام حدث شيء اللي هو غير كل شيء، غير جميع المعطيات. حدثت معركة في ساحة المعهد، والمعركة هذه لم أشارك فيها ولو من بعيد، لم أشارك، لكني وجدت نفسي أتهم بالمشاركة. وجدت نفسي متهمة بأني شاركت في المعركة وتمت معاقبتي، عاقبوني وأنا لم أفعل شيئاً على الإطلاق، وهذا سبب لي صدمة كبيرة. لكن في اليوم هذاك الشخص الوحيد اللي صدقني، الشخص الوحيد الذي ربت على كتفي ومسح دموعي هو أبي. أبي قال لي لا يا هم، قال لي أنا أصدقك، أنا أصدقك، أتركهم يقولوا ما يشاءوا، أنا أصدقك.
في اليوم هذاك ثم شيء تغير بداخلي. في اليوم هذاك تغيرت وقررت أني من هنا فصاعدا سأغير كل شيء، ولن أكون نفس الفتاة التي كنت فيما قبل. ومن من ذلك يعني الوقت فصاعدا سأجعل أبي وأمي فخورين بي، سأجعلهم فخورين بي. وبحيث يعني من الأداء السيء للغاية في المعهد غيرت هويتي التغير التام، وأصبحت التلميذة الأكثر تميز ليس فقط في قسمي ولكن في المعهد الثانوي برمته. وهكذا كيف تخرجت من ذلك المعهد بتميز. علمتني التجربة هذه شيء مهم جدا عن نفسي، والشيء هذا هو أني رأيي الآخرين فيا لا يجب أن يصبح رأيي عن نفسي، وما لا يعجبني في نفسي في مقدوري أني أغيره. الدرس هذا خذيته واستخدمته مرارا وتكرارا في حياتي، استخدمت كل ما وجدت نفسي أني غير راضية على أي جانب من جوانب حياتي. واليوم أريد أن أشاركك في نفس هذا الدرس، أريد أن أشاركك في نفس هذه العملية اللي فككتها وفككت مراحلها في 3 خطوات بسيطة سأشاركك فيها حتى تتمكن أنت كذلك من تغيير هويتك وصنع الواقع الذي تريده. لذلك سميت الفيديو هذه غسل مخ للنجاح. فبقطع النظر إذا كنت تجد أن الآخرين يظنون أنك غير قادر أو أنك قادر، كل ما أنت تحتاجه هو أنك أنت تظن، أنت تعتقد الاعتقاد الراسخ أنك قادر على القيام بأي شيء تريد القيام به، وتتوقف عن تصديق المعتقدات السلبية بشأن نفسك، كالمعتقدات المقيدة اللي هي تلعب في خلفية عقولنا مثل الديسك المكسور، ونحن نؤمن بها، نؤمن بها دون أي تساؤل. العملية اللي سأشرحها لك اليوم هي تعمل عندما أنت تطبقها تماما مثل ما سأفسر لك. نفس العملية هذه اللي هي مثل ما قلت مكونة من 3 خطوات استعملتها عندما كنت غير راضية عن وظيفتي كمدرسة في جامعة تونس. كنت في تلك الأيام أنظر إلى حياتي وكأني يعني أجد نفسي عالقة في مكان، لم أكن أتقدم، لم أكن أتطور، لم أكن أذهب إلى الأمام. كنت فقط أنظر إلى بعض الزملاء والزملات وهما يذهبوا إلى التقاعد. كنت أسأل نفسي، يا هل ترى هذا كيف ستكون حياتي؟ هذا هو كل شيء؟ هذا هو كل ما هناك؟ فقط أستمر في تكرار نفس العام 20، 30، 40 مرة وهذه أسميها حياة؟ لا لا، ليست هذه الحياة بالنسبة لي. وسبب هذا، لسبب هذا استخدمت الخطوات هذه، خطوات العملية هذه التي سأشرحها، وتركت تلك الوظيفة وانتقلت من هناك إلى أني أصبحت رائدة أعمال ومدربة دولية ومؤلفة لكتابين إلى حد اليوم. لذا فأهم 3 أدوات استخدمتها لغسل دماغي والانتقال من التدهور نحو الأسفل إلى الصعود إلى الأعلى هي 3 خطوات هذه. أولاً، الخطوة الأولى هي التساؤل السلبي. التساؤل السلبي، ماذا يعني التساؤل السلبي؟ يا هل ترى يعني أنك تطرح أسئلة من نوع لماذا أنا أحس بالضياع، أو لماذا أشعر أنني لا أتقدم، أو لماذا لا أستطيع فعل ما أريد أن أفعله أو أن أقوم به؟ لا، لا يتعلق الأمر بطرح مثل هذه الأسئلة، وإنما الأداة هذه اللي هي التساؤل السلبي تعني أنه بدلاً من أنك تطرح على نفسك أسئلة بدون فائدة
واللي هي بطبيعة الحال تؤدي إلى إجابات بدون فائدة، أريدك أن تطرح على نفسك أسئلة اللي هي مفيدة، مثل السؤال اللي طرحته على نفسي. قلت إذا واصلت القيام بنفس الشيء وإذا لم يتغير أي شيء على الإطلاق من هنا 5 أو 10 سنوات، ما الذي سيحدث؟ ما الذي سيحدث بعد 10 سنوات من الآن إذا لم أغير أي شيء؟ الإجابة كانت سأظل في نفس المكان، لن يتغير أي شيء، فقط سأمكث أين أنا. يعني كنت فقط أقول أنني الآن أصغر سن من 10 سنوات إلى الأمام، والآن أنا أحس بالإحباط، أحس بعدم الرضا، وسأتقدم في السن لأصبح أكبر ب10 سنوات، فقط أكثر إحباط. نسخة هذيك، تلك النسخة من نفسي ومن حياتي، وهي موجودة في حالة جمود، هي موجودة في يعني فقط على حالها لا يتغير فيها شيء. النسخة هذيك كانت مرعبة، كانت مرعبة بالنسبة لي، فلذلك لم يكن لدي أي خيار سوى التغيير. ليس لأنه التغيير كان هكا معناها جذاب، ليس لأنه التغيير كان يحفزني، ولكن لأنه عدم التغيير كان يخيفني. درس كبير تتلقاه في هذه الحياة هو تعلم كيفية الاستفادة من الأشياء السلبية، الاستفادة من الأشياء التي تخيف، الأشياء التي لا ترغب فيها. لأن الكثير من الناس يقولوا تأكد من أنك تنظر دائما للإيجابي. لا لا، أقول لك انظر إلى الإيجابي، لكن كذلك انظر إلى السلبي وأدرسه وتعلم منه. انظر إلى الأشخاص اللي أنت تجد أنه هما منحدرين في أشياء سلبية، انظر إلى ذلك وتعلم منهم، ولا تفعل ما يفعلون. هذا هو، هذا هو لكي تتعرف على ما لا تريد، هذا هو ما لا أريده. فاللي دفعني إلى ترك الوظيفة العمومية، ما دفعني هو ليس أني كنت أرغب أن أصبح سيدة أعمال أو أن أصبح مليونيرة، ولكن ما دفعني هو أني كنت مرعوبة من البقاء عالقة لبقية حياتي، مرعوبة من عدم التطور ومن عدم فعل ما أحب فعله و عدم عيش الحياة التي أريد أن أعيشها. هذه هي الطريقة. أترك الإيجابي يلهمك، لكن كذلك أترك السلبي يريعك ويبين لك ما يجب عليك أن تتفاداه. السبب هذا، المفتاح الأول، الخطوة الأولى هي استخدام التساؤل السلبي، لأنه هذا هو أقوى شيء لدفعك نحو المستقبل الذي أنت تريد بالفعل. استخدم هذه الأداة القوية. والآن نمر إلى الأداة الثانية. الأداة الثانية هي لفهمها أريد أن أخبرك على اختبار الماشمالو. لفهم الأداة هذه سأخبرك على اختبار المشمالو. المشمالو هي الحلوى الملونة اللي عندها جاذبية صعب أنه الصغار يعني يقاومها، لا يستطيعون أن يقاومها. في التجربة هذه علماء أخذوا مجموعة من الأطفال، وضعوا أمامهم قطعة من الحلوى في صحن واعطوهم خيارين. الخيار الأول هو أنهم يتناولوا قطعة الحلوى، والخيار الثاني هو أنهم ينتظروا 15 دقيقة قبل أن يأكلوها، وفي الحالة هذه ستقع مكافأتهم أنهم سيعطونهم قطعة أخرى من المشمر. ونتيجة الدراسة هذه كانت أن الأطفال اللي هما انتظروا هما بطبيعة الحال تحصلوا على قطعة ثانية، لكن التجربة أفادت أنه بفضل قدرتهم على تأجيل المتعة وعلى الصمود أمام الإغراء لمدة 15 دقيقة، هم مش فقط تحصلوا على قطعة ثانية من الحلوى، لكن التجربة أفادت أنه فيما بعد عندما قاموا الباحثين بمتابعة هؤلاء الأطفال عندما كبروا
نتيجة البحث كانت أنه الأطفال هذوما اللي كانت عندهم القدرة على الصمود هما مروا إلى صنع حياة ناجحة، أصبحت لديهم أعمال ناجحة وإنجازات، بينما الأطفال الآخرين اللي هما لم يصبروا واللي هما يعني أكلوا قطعة الحلوى ولم يصمدوا وجدوا أنهم وقعوا في مشاكل مثل الكحول والإدمان ولا الإفراط في الطعام، عدم القدرة على أنهم يتحكموا في أنفسهم في أموالهم. لماذا؟ لأنه ليست لديهم قدرة على تجاوز الإغراءات. فالأشخاص اللي هما يحققوا أهداف عالية في الحياة دائماً لديهم درجة عالية جداً من الصمود. هذاك عليه الخطوة الثانية هي الصمود. كن على علم أنك ستكون في حاجة إلى هذه المهارة واللي هي مهارة الصمود وعدم الرذوخ أمام الإغراءات، تحمل الإغراءات من أجل تحقيق ما تريد تحقيقه. يعني عادة يكون السبب الأول وراء يعني عدم قدرتنا على تحقيق ما نريد وعلى تحقيق أهدافنا هو عدم الصمود، عدم القدرة على تحمل الإغراءات بدون الانسياب وراءها. فما فعلت مثلا عندما قررت بناء نفسي، عندما قررت الشروع في بناء حياة جديدة كرائدة أعمال، ما فعلت هو أني تركت تماماً الخروج في الأمسيات والسهرات مع أصدقائي، تركت تماماً هذا وركزت على العمل الجدي وركزت على الاستيقاظ في الصباح الباكر. وفي حال أني في الماضي كنت استحالة أني أستيقظ في الصباح الباكر، استحالة أني أستيقظ في على الساعة 6 أو 7 صباحاً، جعلت روتين صباحي يومي يتمثل في الاستيقاظ على الساعة 5 صباحا. هذا من أصبحت، لأنه هذا من اخترت أني أصبح. هكذا صنعت واقع جديد في غضون أشهر، في غضون 6 أشهر بالضبط، يعني أسرع حتى مما كنت أعتقد. لذلك لابد من أنك تستعد لخوض المرحلة هذه وتتسلح بالصمود، الصمود وتجاوز الإغراءات اللي هي ستكون موجودة، لكنك تختار أنك تظل مركز على الشيء الذي أنت تريد صنعه، على الواقع الذي أنت تريد صنعه. وبهذا نمر إلى الأداة الثالثة، والأداة الثالثة هي أنك تلاحظ لاحظ أفكارك. ما معنى ملاحظة أفكارك؟ معناها تدقق من واقعية أفكارك، من صحة أفكارك، وابدأ لاحظ كيف أني أفكارنا في مغلب الوقت هي أفكار مشوهة. لاحظ التشوهات في أفكارك، تحقق من أفكارك. يعني مثلا ما مدى واقعية أفكارك؟ يا هل ترى تسيطر عليك أنماط اللي هي مثلا تزيد أفكارك سوء، مثل التفكير الكارثي أو التفكير المبالغ فيه عندما تقول لا شيء يعمل أو كل شيء لا يعمل؟ هذه كلها مبالغات، كلها تشوهات فكرية. وعندما تبدأ في هذه العملية، عملية ملاحظة أفكارك، عندها تبدأ في تغيير معتقداتك بشكل جذري. يعني يا هل ترى، هل تظن أني أفكارك صح؟ العديد من الأشخاص الذين أشتغل معهم في الكوتشينج يخبرونني بأن أفكارهم كلها ثابتة، كلها صحيحة، هي أفكار ثابتة الثبات المطلق. اتركني أقول لك أني غيرت حياتي عندما فهمت أفكاري كانت على خطأ. كنت مغلب حياتي أظن أن تفكيري صحيح وأفكاري صحيحة، فما أدركت فيما بعد أن الأفكار ليست حقائق، هي مجرد أفكار، هي ليست حقائق. فكر ترى في عدد المرات التي يذهب فيها تفكيرك، يذهب فيها عقلك إلى التفكير السلبي. لماذا؟ لأنه مبرمج للقيام بهذا، مبرمج للتفكير السلبي، وأنت تصدق كل ما يقول عقلك ليك.
تصدق وتشعر بقوة بشكل تلك الأفكار. أفكارك هي ليست أنت، أفكارك هي ليست حقيقية. لذلك أقول لك ابدأ بملاحظة أفكارك، انظر لها أفكارك، انظر لها وكأنك خارج عنها، تحقق منها ما هو مدى واقعية أفكارك. يا هل ترى الذي الشيء الذي تخاف منه هو مبني على حقيقة أم مبني على وهم؟ ولكي تستطيع ملاحظة أفكارك والتحقق منها، أريد أن أشاركك في هذه الأربع أسئلة. أربع أسئلة أريدك أن تطرحها على نفسك، مثلما أنا أطرحها على نفسي عندما لا أعرف ما علي فعله. أطرح هذه الأسئلة. السؤال الأول هو: هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ مثلاً أتت لك فكرة، فلنأخذ فكرة أنا لا أتمكن أبداً من تخفيض وزني، لا يمكنني أبداً فقدان وزن، أنك لا تفقد الوزن أبداً، هل هذا صحيح؟ أسأل السؤال. عندما تسأل السؤال ربما ستكون إجابتك ربما نعم ربما لا، يمكن تقول هي نعم أو يمكن تقول لا ليس صحيح، لكن فلنقل أنك أجبت بنعم. لذلك السؤال الثاني هو: هل هذا صحيح تماما؟ يعني هل هذا صحيح بصفة مطلقة، بصفة ثابتة؟ الآن ستجد نفسك مضطر على أنك تجيب بلا، ليس صحيح تماما، لأني أعتقد أني يمكن ما زلت لم أجرب كل شيء، ما زلت لم أجرب الذهاب إلى صالة الرياضة، ما زلت لم أجرب الحمية كذا أو الحمية كذا، ما زلت لم أجرب أن أذهب إلى طبيب. فلذا ليس صحيحا تماما أنه لا يمكن إنقاص وزن أبدا، ليس صحيحا تماما. والآن نمر إلى السؤال الثالث، والسؤال الثالث هو: كيف أشعر عندما أصدق هذه الفكرة؟ كيف أشعر عندما أصدق أو عندما أفكر في نفسي أني لا أستطيع إنقاص الوزن أبداً؟ كيف أشعر؟ أشعر بالإحباط، أشعر بالقلق، أشعر بالاكتئاب. لذلك فهذا اعتقاد مقيد يجب علي أني أستأصله، يجب علي أني أخذه إلى جانب. السؤال الأخير الآن واللي هو السؤال الرابع: كيف يكون الأمر عندما لا أصدق؟ كيف سيكون الأمر؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن أطرحه على نفسي. إذا أنا لا أصدق هذه الفكرة، فعندها سأحاول بذل جهد أكبر، سأذهب إلى صالة الرياضة، سأقوم بالرياضة يوميا، سأعين كوتش اللي هو رياضي وسيساعدني على وصولي إلى الوزن الذي أريد أن أصل إليه. يعني بالطريقة هذه، باتباعك للأربع أسئلة هذوما، أنت ستثبت لنفسك سبب عدم صحة أفكارك. هكذا ستتأكد أن أفكارك غير صحيحة، وأنه الآن يمكنك إقناع نفسك بأفكار جديدة، يمكنك إقناع نفسك بمعتقدات جديدة وتبني هذه المعتقدات اللي هي ستساعدك الوصول إلى الحياة التي تريدها، بدلاً من البقاء عالقاً في مكان لا ترغب فيه ولا تريده. لكي ألخص الخطوات الثلاثة التي تعرضت إليها اليوم، بدأت أولاً في الخطوة الأولى واللي هي التساؤل السلبي وتصور الحالة المستقبلية التي لا تريدها والتي أنت تريد أن تتفاداها. ثم مرينا إلى الخطوة الثانية واللي هي خطوة الصمود وعدم الرضوخ للإغراءات ومواصلة العمل، مواصلة التركيز على صنع الواقع الذي تريده. ثم ذهبنا نحو الخطوة الثالثة واللي هي ملاحظة أفكارك والتحقق من مدى واقعية أفكارك باستعمال السؤالات الأربعة. أريدك أن تستعمل هذه الثلاث خطوات التي ستمكنك من إنشاء
الواقع الذي تريده، ولا تتوانى عن ترك تعليق حتى تخبرني كيف تعمل الأشياء معك. أقرأ كل التعليق وتمتعني قراءة تعليقكم. شكراً على المتابعة، ولنواصل التعلم على قناتي. نلتقي لاحقاً.